بسم الله الرحمن الرحيم. كانت المشاركة اليوم في ذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد كمال العماري بمدينة تازة الساعة 7 بالقرب من المحكمة الابتدائية. شاركت أو كنت أقوم بدوري الصحفي. قام عنصرين من الشرطة التقنية بعضلات مفتولة بأخذ جهاز أو آلة تصويري، كما قاموا بمحاولة كسر كاميرتي، الأمر الذي أستنكره جدا. تم الاعتداء علي بالضرب وبالسب والكلام الفاحش الساقط من طرف المسؤولين الأمنيين، مع الرفس إلى غير ذلك من أصناف التخلف الاستبدادي بالمغرب. الغريب في الأمر هو أنه أحد المسؤولين الأمنيين صرح جهارا أمام جميع المواطنين أنه ينفذ ما قاله له الملك من أجل التدخل لوقف هذه الوقفة الاحتجاجية التضامنية أو إحياء لذكرى الشهيد كمال العماري. السلام عليكم.